jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم مستوى المصابين 50 مصاب بهنغاريا، فالحالة قاعد تزيد بسرعة. هسه احنا حاليا على نهر الدانوب. نهر الدانوب الجميل، هاي جسر الحرية ورايا، فريدوم بريدج، هاي تمثال الحرية بودابست. هنا أنا the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna بعد البايسيكل طيارة. Forever when I can hold you tight, I'll see the Stockholm lights. حاليا في مركز دي اتش ال اثناء تناول الغداء. شوفوا في انشر المحصولات، الاحتياط واجب. هاي المطار، مطار بودابست، باعه فارغ. الساعة حاليا 9:30، باعه فارغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا هذا المكان هو شقتي الجديدة بالعاصمة بودابست، لأنه قبل كم يوم السكن الجامعي واللي أسكن به، وأغلب المساكن الجامعية في هنغاريا وحتى في أوروبا أخلوها من الطلاب، والدراسة متوقفة حاليا. فأنا بكل الأحوال الحمد لله ما عندي دراسة، يعني خلصت وتخرجي نهاية السنة الدراسية في الصيف إن شاء الله. فإن شاء الله هاي حتكون خطوة جديدة بحياتي إن شاء الله، إنه خلاص راح أبدي أو بديت أسكن في العاصمة بودابست وخلصت من موضوع السكن. طبعا الشقة موجودة زين، مكان قريب على السنتر بالعاصمة بودابست الحمد لله، يعني خلال وقت قصير قدرت احصل مكان. وهسه الريوق المتواضع